يقول: أديت فريضة الحج في العام الماضي، وقبل أداء الفريضة يوم 6 من ذي الحجة قمت بتقصير أظافري، فهل علي كفارة مع العلم بأنني ليس عندي معرفة بذلك؟ ليس عليك كفارة ولا إثم لأنك جاهل لا تدري. وليعلم أن هناك قاعدة شرعية في كتاب الله عز وجل أقرها الله تبارك وتعالى، وهي رفع المؤاخذة بالذنب لمن كان جاهلا أو ناسيا، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، أي رفع عنا المؤاخذة بالنسيان والخطأ. وهذا عام في جميع محظورات الإحرام، وفي جميع محظورات الصلاة، وفي جميع محظورات الصيام. كل من فعل محظورا في هذه العبادات عن نسيان أو جهل فإنه غير مؤاخذ به، لا إثم عليه ولا كفارة ولا فدية. فطبق هذه على جميع محظورات العبادات. لو تكلم الإنسان في الصلاة وهو جاهل فصلاته صحيحة، لو أكل أو شرب وهو جاهل فصيامه صحيح، لو احتجم وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفطر فصيامه صحيح، لو أفطر قبل غروب الشمس يظنها غربت ولم تغرب فصيامه صحيح. المهم هذه قاعدة من الله، ليست بكتاب فلان ولا فلان، قاعدة من الله عز وجل لعباده: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. نعم، جزاكم الله خيرا.